سيدي السفير، مرحبا في هذا الحوار صاحبي. أول شيء، ما الذي يميز الانتخابات التونسية بالأرقام والمعطيات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نحب نشكركم على اهتمامكم بهذا الحدث الهام الذي سيقع في تونس قريبا إن شاء الله. وكما تعلمون هذا الحدث حدث انتخابي هام عمل عليه كثيرا، وهي ثاني انتخابات تقع في تونس بعد الثورة. الانتخابات الأولى كان في سنة 2011 وهذه الانتخابات الثانية. لكن ما يميز هذه الانتخابات هو أنها أول انتخابات ستقع بعد الدستور الجديد الذي وضعه المجلس التأسيسي لتونس. الانتخابات هذه وعول عليها كثيرا، لأنها ستؤسس إلى مرحلة دائمة ومستقرة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بخلاف المرحلة الفارقة، وستنتهي وستنهي مع المسار الانتخابي الديمقراطي في تونس ونمر إلى مرحلة من الاستقرار السياسي والاقتصادي إن شاء الله. ما يميز كذلك الانتخابات هو أولا المسجلين في القائمات الانتخابية الناخبين، هو عدد رقم لا بأس به، عن تقريب بالضبط 5,200,000 ناخب مسجل سيتوجهون إلى التصويت يوم 26 شهر من هذا الشهر في تونس، وابتداء من يوم بعد يعني من يوم 24 على مدة 3 أيام بالخارج، 24، 25، و26 أكتوبر بالنسبة لجاليتنا بالخارج. كذلك عدد القوائم المرشحة الرقم في حدود 1,327 قائمة، بين قائمات حزبية وقائمات مستقلة مرشحة للانتخابات. وهذه القائمات هي ستنافس على 217 مقعد في مجلس نواب الشعب، وأصبح سيسمى مجلس نواب الشعب وليس المجلس التأسيسي. فكل هذه العوامل هي تميز هذه الانتخابات الهامة والتي يعول عليها الشعب التونسي كثيرا، لأن كما أسلفت قول ستنهي مع المسار الانتخابي الديمقراطي ونمر إلى مرحلة الاستقرار إن شاء الله. نعم سيد السفير، عناوين كانت بارزة هذه الأيام على صفحات الجرائد: الغنوشي يتوقع 90 مقعدا، فتوى بوجوب الاقتراع وعطلة دراسية، وأيضا تشابك بالأسلحة بين خصوم الداخل التونسي. يعني ما هي قراءتك لهذا هذه العناوين؟ أولا بالنسبة لتصريح السيد راشد الغنوشي وزعيم حزب النهضة، وإذا كان توقعاته في حدود 80 أو 90 مقعد للمجلس نواب الشعب فهذا هو قراءة زعيم الحزب لوزن حزبه السياسي داخل الساحة السياسية التونسية. وحزب النهضة هو حزب قوي وحزب له قاعدة شعبية واسعة، ويمكنه الفوز بهذه المقاعد كما قال زعيم قبل كل شيء. بالنسبة للخصوم السياسيين والتشابك بالأسلحة هذا غير موجود وغير صحيح أصلاً، حتى أن الوضع صحيح كان هناك بعض العمليات الإرهابية قبل هذه الفترة من الأشهر، لكن تميزت الساحة بتونس يعني الساحة الداخلية التونسية بهدوء، ولم تعد هناك أي عملية إرهابية تذكر. تقريبا ما تناولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية حول التشابك بالأسلحة بين الفرق السياسية هذا غير صحيح بالمرة. هناك تنافس نزيه، هناك حملة انتخابية سياسية يعني في بعض الأحيان تكون شرسة بين الأحزاب، وفي بعض الأحيان تكون كل الحملات الانتخابية. نعم سيدي السفير، تدفع مؤشرات متنوعة قبل أيام قليلة من الانتخابات التشريعية إلى التفكير في أحد السيناريوهات المطروحة وهو التصويت العقابي، يعني ضد النخبة السياسية الجديدة التي أفرزت الانتخابات السابقة والنخبة السياسية الكلاسيكية عموما. كيف يمكن للتصويت العقابي في التشريع أي الانتخابات التشريعية أن تؤثر على الرئاسية ومستقبل تونس؟ لا أعتقد أن سيكون هناك تصويت عقابي ضد أشخاص أو ضد حزب معين أو ضد نخبة سياسية معينة، بحكم أن
فتره الفتره الانتقاليه صحيح شهدت بعض الصعوبات والاداء لم يكن على المستوى المرجو، لكن اذا نقدر يعني الصعوبات التي مرت بها تونس في نخبه سياسيه كانت تحكم البلاد سواء كان الاحزاب الترويكا او غيرها، ستجد نفسها في نفس الصعوبات. ثم لا تنسى ما تعاقبت على تونس بعد الثوره تقريبا 4 حكومات، وكل ما اذا قيمنا اداء هذه الحكومات الاربع سنجدها في نفس مستوى الاداء. يعني لا اتوقع ان تكون هنالك يعني ان يكون هنالك تصويت عقابي ضد حزب معين او ضد طبقه سياسيه معينه او نخبه سياسيه معينه. نعم، يعني حزب المؤتمر من اجل الجمهوريه الذي اسسه الرئيس الحالي منصف المرزوقي، ومع حزب الغنوشي النهضه، وايضا حزب الجبهه الشعبيه والتي يمكن ان تتحصل على نسب بين كبيره ومقبوله حسب المستطلعات الاخيره، فان الاحزاب الاخرى التي ستبرز في المشهد الجديد التي ستفرز الانتخابات التشريعيه تمثل في ذات الوقت اخراجا جديدا للمنظومه التجمعيه القديمه من جهه، وتشكيلات سياسيه تمثل امتياز المال السياسي كما تحدثت من قبل قليل، وايضا رجل الاعمال الشبعاني كما قلنا، وايضا اول مشبوه في ذات الوقت الذي يخلط الثروه الطارئه بالاعلام بالرياضه والسياسه حسب ما صرح به طارق الكحلاوي وهو عضو المكتب التنفيذي لحزب المؤتمر. هل هذا ما جعل الناخب التونسي يفعل التصويت العقابي الذي نفيته اصلا؟ بالنسبة لي سأعود إلى التصويت العقابي، بالنسبة للتصويت العقابي كما قلت أنه لا أتوقع أنه أن يكون هنالك تصويت عقابي ضد حزب أو طبقة سياسية معينة، لأنه هنالك أحزاب صحيح أحزاب متجذرة وقديمة مثل حزب النهضة وحزب المؤتمر وحزب التكتل. فهذه الأحزاب هي أحزاب مناضلة، وهناك كذلك أحزاب جديدة تأسست بعد الثورة، وهناك أحزاب تزعمها وجوه قديمة من النظام القديم. يعني في كل هذا هو الناخب التونسي هو الذي سيبلي برأيه وسيبلي بصوته وسيفرز من سيكون له الكلمة الفصل في هذه الانتخابات. فلا أتوقع أن يكون هناك تصويت عقابي او سيكون هنالك عزوف على الانتخابات، بل بالعكس اعتقد ان كل التونسيين وكل الناخبين لهم عزيمه كبيره للمشاركه والمساهمه في هذه العمليه الانتخابيه. هذا من ناحيه، بخصوص ان السياسي هنالك حديث يدور في الاوساط السياسيه في تونس ان هنالك مال سياسي بين ظفرين مشبوه كذلك، لكن القضاء سيقول كلمته في هذا المجال، هذا مسؤوليه القضاء. ان كان هنالك مال سياسي او لا، هذا حديث يدور بين يعني في اطار الحمله الانتخابيه وفي اطار التنافس وفي اطار الاتهامات المتبادله كذلك. لكن بالنسبه لهذا الموضوع بالذات هو من انظار القضاء. ربما سيكون هذا المشهد الجديد صادما للبعض، والأهم من ذلك مليئا بالتعقيدات التي ستصعب أي تحالف تسهل الاستقرار السياسي الذي تحدثت عنه، لكنه ليس مشهدا اعتباطيا كما تحدثت بأن هناك اتهامات مذبذبة. يعني المشهد السياسي الذي ستفرزه هذه الانتخابات التشريعية في ضمن مجلس نواب الشعب، أكيد أنه سيكون هنالك تشتت الأصوات، وستكون هنالك عديد الأحزاب والمستقلين الممثلة في هذا المجلس، وبحكم القانون الانتخابي التونسي أنه لا يمكن لأي حزب أن ينفرد وحده يعني بالفوز الساحق، فلا بد أن تكون هنالك في ضمن المشهد السياسي القادم وضمن مجلس نواب الشعب تكون هنالك تحالفات جديدة. وسنرى ما سيفرزه هذا المجلس من توجهات او احزاب فائزه. نعم سيدي السفير، النخبه السياسيه التي عرضت بن علي والمعروفه بمنظومه 18 اكتوبر نسبه لاضراب جوع 2005
يعني دخلت في صراع داخلي مباشرة بعد الثورة السمح لمنظومة 7 نوفمبر، أنا أركز على منظومة 7 نوفمبر أي مجموعة 7 نوفمبر، لملمت أشلاءه والعودة في ثياب جديد. هذا الصراع جعل الرموز القديمة وإن تتنافس فيما بينها عبر يافطات مختلفة فقد استفادت من ضفع المحاسبة وتأخر قانون العدالة الانتقالية والمسار العام. ما هو تعليقكم كدبلوماسي تونسي؟ أولا بالنسبة لمجموعة 18 نوفمبر منذ سنة 2005، صحيح كانت هنالك من مجموعة من الأحزاب التي عارضت بن علي والتقت يوم 18 أكتوبر وقامت بحركة 18 أكتوبر، التقت في نفس في هدف معين، لكن بعد فرار بن علي وانطلاق الثورة فبطبيعة الحال هذه الأحزاب على مختلف مشاريعها وتوجهاتها وجدت على الساحة السياسية التونسية، وكانت لها بطبيعة الحال كل الأحزاب هنالك أهداف أخرى وهنالك يعني توجهات أخرى، فطبيعي جدا أن تتنافس هذه الأحزاب فيما بينها. الشق الثاني من السؤال الذي سمح بعودة رموز النظام السابق، هنالك عدة عوامل، أهم عامل أعتبره شخصيا الذي ساهم في عودة هذه الرموز هو بطبيعة الحال أنه المجلس التأسيسي وكل الأحزاب تقريبا جلها ارتأت عدم إقصاء هذه الرموز وقالت أن الشعب هو الذي سيكون الفيصل بطبيعة الحال عبر صناديق الاقتراع. نبقى في الرموز القديمة وهي التي سيطرت على حملات الانتخابات الأحد المقبل التي يطمح نظام بن علي في تسجيل عودتهم من خلالها بعد إقصاء استمر 3 سنوات، يعني وبدل أن تكون عنوان انتكاسة لانتفاضة تونس فإن عودة رموز النظام السابق ينظر إليها أيضا على أنها خطوة في الاتجاه الصحيح على عكس بلدان أخرى من دول الربع العربي اختارت منهجا مغايرا. ما هي قراءتكم لهذه الفرضية؟ أولا الثورة التونسية لم تشهد أي انتكاسة، كان هنالك مسار انتقالي ديمقراطي شهد بعض الصعوبات لكن الثورة لم تنتكس وأهداف الثورة باقية إلى حين تحقيقها، وأعتقد أنه تم تحقيق أهداف هامة من أهداف الثورة وهي حرية التعبير وحرية الصحافة، ويعني هناك على المستوى السياسي هناك عدة أهداف تحققت وهي من أهداف الثورة، لكن صحيح على المستوى الاقتصادي كانت لدينا صعوبات كبيرة، إنما أنه بخصوص عودة الوجوه القديمة للنظام القديم وترشحهم ضمن قوائم حزبية وحتى ربما مستقلة، فهذا وإن تصدرت المشهد الإعلامي في الآونة الأخيرة فتصدرته من باب يعني من باب التساؤل حول عودتهم وليس من باب التنافس، يعني أو من باب قوة هذه الرموز، لكن لا يعني أنا أرى العكس، ليس من باب قوة هذه الرموز و يعني قدرتهم على العودة، بل أعتقد أنه من باب يعني التساؤل حول كيفية رجوعهم وحول كيفية يعني منافستهم بالأحزاب الأخرى، وأعتقد في كل هذا على كل حال احنا كما قلت أن المجلس التأسيسي اختار ألا يقصي أحدا فستكون الكلمة الفصل للشعب التونسي يوم 26 أكتوبر إن شاء الله. لكن الشعب التونسي رافض هذا الهجوم أصلا. إذا رفضها الشعب التونسي فسيرفضها عبر صناديق الاقتراع. من خلال العزوف عن الانتخابات؟ لا، ليس من خلال العزوف بل من خلال التصويت، وهذا ما سميته العقاب، التصوير ضدهم. نعم لا نعم. أنت لما حدثتني عن العقاب يعني كنت تقصد أنه ستتم معاقبة الأحزاب التي ساهمت التي حكمت يعني خلال الفترة الانتقالية، وأيضا الوجوه القديمة ستعاقب تلك الوجوه القديمة إذا عادت أصلا. لا يمكن هذا كهن بما سيقرره الشعب التونسي، سنرى هذا قريبا إن شاء الله.
سيد سفير، سأنتقل بك للمحور الثاني والأخير وهو محور العلاقات المغربية التونسية. تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب والتونس عام يخدم تجفيف منابع تمويل الإرهاب ومحاصرته لكي لا يصنح حاضنات له في الهوامش. كيف تقرأ زيارة جلالة الملك محمد السادس إلى تونس في الزيارة الأخيرة؟ أولا، زيارة جلالة الملك محمد السادس وصلى الله إلى تونس هي زيارة تاريخية بكل المقاييس، وزيارة سياسية كانت ناجحة على كل المستويات، وحتى على المستوى الاقتصادي كان هناك دفع قوي للتعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي. ناهيك خلال الزيارة الملكية التاريخية تم توقيع 23 اتفاقية تعاون بين البلدين، وهذا دفع قوي للتعاون الاقتصادي بين تونس والمغرب الشقيق. الواضح أن خارطة الطريق التي رسمها صانع القرار بالرباط لا تقبل أي تأويل مغلوط، حيث أن الهدف الذي يتطلع إليه المغرب هو تحقيق أمنه عبر بوابة نمو الاقتصادي بشراكة مع الأشقاء في تونس وأيضا الأشقاء العرب ومن ضمنهم تونس. حرص الملك محمد السادس في السنة الأخيرة على الرفع من منسوب تأمين مجاله الحيوي سياسيا واقتصاديا خدمة للأمن القومي المغربي متعدد المداخل والمتقاطع في عدة مناحي، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا محليا ودوليا. أريد أن أسألك حول المنح الاقتصادي بين تونس والمغرب ومن بعدها سياسيا. أولا، أعود إلى الزيارة الملكية إلى تونس. أعتقد أن هذه الزيارة هي ارتقت بمستوى العلاقات الدولية إلى مستوى شراكة استراتيجية، وأصبح المغرب شريك استراتيجي هام سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي. من الناحية السياسية، المغرب كان داعما للثورة التونسية وداعما للمسار الانتقالي الديمقراطي في تونس. على المستوى الاقتصادي، كما أستفيد القول هنالك يعني إثر الزيارة الملكية، في أثناء الزيارة الملكية تم التوقيع على 23 اتفاقية تعاون في كل المجالات الاقتصادية، وهذا من شأنه أن يعطي دفع قوي للعلاقات الثنائية على المستوى الاقتصادي، لما لا شك فيها يعني من مقومات الأمن في المنطقة ككل، يعني الأمن بمفهومه الضيق ومفهوم الشامل هو التنمية الاقتصادية، وهذه نظرة تقدمها صاحبة لجلالة الملك. ولكن رغم أن العلاقات المغربية التونسية عريقة وتعود إلى فترة الخمسينات من القرن الماضي، فإن التبادل التجاري بين البلدين ظل في حدود الدنيا، إلى ما ترجع إلى هذه الحدود المحدودية؟ والله بالنسبة للتبادل التجاري بين البلدين، هو يظل دون المستوى المأمول ودون الإمكانيات التي يسخر بها البلدان، وهذا يرجع ربما لعدة أسباب، أولها وعدم وجود خط بحري مباشر بين تونس والمغرب مثلا، يعني النقل له قيمة، يعني له مكانته في الرفع من مستوى التبادل التجاري. ثانيها، أقول أنه في غياب منطقة اقتصادية حرة مغاربية ككل، أيضا شارك ذلك المقلص أو أثر على مستوى حجم التبادل التجاري، لكن علاقاتنا أعتقد أن اقتصاد تونس والمغرب ولو هو متشابه في مجمله لكنه يتكامل، ونحن نسعى من سواء في تونس أو المسؤولين في المغرب كلنا نجتهد ونسعى لمزيد الرفع من حجم التبادل التجاري بين البلدين. جوار تونس سيد سفير مشتعل وهذه حقيقة، فالبلد عانى من تشويش الإرهاب. أنا أعني هنا ليبيا وأيضا جنوب الجزائر مالي أيضا. المغرب أخذ الخطوة الضرورية لدعم تونس في الانتقال من حالة الانتظار السياسي إلى حالة الدولة المستقرة ذات الحدود الآمنة والتعويل على القدرات الذاتية للبلدين في الارتقاء بها إلى المستويات أفضل. إذا سيد السفير، كيف تستحضرون هذه الخطوات الداعمة والتعاون بين البلدين لمواجهة الإرهاب؟